سؤال بيقول أنا معايا فلوس عمرة، أطلع عمرة ولا أساهم في بئر مياه ينفع الناس؟ قبل ما أجاوب على السؤال ده لابد أن احنا نوضح حكم أداء العمرة، فنذكر حضرتك والسادة المشاهدين بأن العمرة مختلف في حكمها ما بين الوجوب والسنية، بالشروط طبعا المعروفة والمقررة من الاستطاعة المالية والبدنية. ذهب الحنفية والمالكية إلى القول بأن العمرة سنة مؤكدة، بينما ذهب الشافعية والحنابلة إلى القول بوجوبها مرة واحدة في العمر للقادر عليه. طب إيه المختار للفتوى؟ المختار للفتوى إنها سنة، إن العمرة سنة مؤكدة في العمر مرة واحدة، وينبغي القيام بأدائها متى توفرت الاستطاعة البدنية والمالية. واللي أنا هنصح به في هذا وأرشد إليه هو التوكل على الله تعالى والقيام بأداء العمرة اللي هي عمرة الإسلام، لو كمان بالذات لو إنه لم يسبق لحضرتك أداء العمرة قبل كده، فلا يحرم المسلم نفسه من خيرها وفضلها، وده عشان يبقى خروج من خلاف الفقهاء حول مسألة هي تجب ولا هي سنة اللي احنا فصلناه وذكرناه منذ قليل. وفضل العمرة معلوم، أخرج الإمام البخاري ومسلم في صحيحيهما بسندهما من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. وكذلك ما أخرجه ابن ماجه في سننه عن عمر رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تابعوا بين الحج والعمرة، فإن المتابعة بينهما تنفي الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد. فأسأل الله سبحانه وتعالى أنه ييسر لحضرتك العمرة ويفتح لكم إن شاء الله أبواب القبول، وتوفقون كذلك إن شاء الله فيما بعد ذلك بالقيام بالأعمال الصالحة التي ينتفع بها المجتمع. ونسأل الله سبحانه وتعالى منا ومنكم القبول.